أوي. أنا شفت محمد صلاح وط عليك وأنت طالع، قال لك حاجة في ودنك، قال لك إيه؟ كان بيسأل بقول له محمد ده التغيير الثالث، بيقول لي اه، بيقول لي انت رجلك في شد يطلع عشان ما الاصابه ما يعني ما تراكمش عليك وكده وتتصاب اكتر. فقلت له انا عايز اكمل، قال لا اطلع اطلع عشان ما تعورش وكده، خلاص الماتش خلص الحمد لله، غير عشان ما تعورش وكده الاصابه دي يعني. جميل. فانا ما كنتش قادر بقى كابتن فعلا فغيرت يعني. انت عارف ان فرانس فوتبول النهارده اختارتك من مصر الوحيد افضل لاعب في الجوله الثانيه في التصفيات الافريقيه؟ طبعا عرفت. والله يا كابتن يعني ده اكبر رد الحمد لله بتوفيق ربنا مع الناس اللي كانت بتشكك الفتره اللي فاتت، بتقعد تقطع فيا وتتكلم عليا مش كويس، فالحمد لله ده كرم كبير من ربنا، انا بحمد ربنا عليه الحمد لله.